انه دخل علينا فصل الشتاء، فاحنا روتين العناية حقنا حيتغير، ما حيكون نفس فصل الصيف. خلينا نستفيد من الفيديو، ابغاكم تتابعوا الخطوات معايا. اول خطوة هستخدمها لو انا عاملة ميك اب، اشيل الميك اب، هشيلها بمنتج فيتشي اللي هو 3-in-1. ثاني خطوة هستخدم سكراب عشان أزيل كل الخلايا الميتة اللي متكونة في سطح البشرة. ثالث خطوة هستخدم التونر. إيش فايدة التونر؟ يسد المسام وفي نفس الوقت ينظف من الداخل، في نفس الوقت كمان ينقي البشرة. خلينا نشوف إيش الأشياء اللي هنستخدمها للبشرة عشان نحصل على بشرة مشرقة وفيها مرونة وفي نفس الوقت فيها جلوي طول فترة الشتاء. أول شيء هستخدم في النهار فيتامين سي. طبعاً فيتامين سي الأفضل إنه نستخدمه في النهار عشان يتفاعل مع البشرة أكثر. يونيك سكن الكريم هذا بيفيد في الرينكلز، في الجيوب، ويعطيكي كمان نضارة ويشيل الهالات. بعد ما خلص حطيت الكريم، حطيت كريم العين وكريم البشرة، استخدم الرولر هذا في مقاسين، الكبير للوجه والصغير للعين. من أهم مميزاتها إنها تنشط الغدة الليمفاوية في البشرة، تشيل الانتفاخ، تشيل الاسترس من الوجه. طبعا الصغير عشان تستخدميه في الاماكن الصغيره زي كذا. وبعد ما خلصنا الروتين بالكامل هستخدم السن بروتكشن، هذه اخر خطوه نسويها في النهار. نفس الخطوات اللي استخدمناها في النهار حنستخدمها في الليل، بس طبعا حنشيل كريم النهار وحنشيل واقي الشمس، حنبدله بكريم العناية المكثف او سيروم العناية المكثف للبشرة. ايش بيعمل هذا؟ ديتوكس، فيتامينات مكثفة، فايدتها انها في 30 يوم حتعطيكي بشرة مختلفة تماما عن اللي تعرفيها. نظارة، تشيل التصبغات، الرينكلز، تنظف من العمق.